السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على طريقه تفعيل تسجيل الدخول السريع في تطبيق بنك البلاد، افضل واسهل طريقه في التسجيل بدلا من التسجيل الدخول العادي. كل ما علينا هنروح نفتح تطبيق بنك البلاد، ونروح هنا نكتب اسم المستخدم ونكتب كلمة المرور ونضغط على تسجيل الدخول. بعد كده هنروح نضغط هنا في المكان ده، بعدين هنا بنضغط على الاعدادات، ومن الاعدادات بنضغط هنا على الدخول السريع. وهنا بيطلب منك تنشئ رمز مكون من 5 ارقام، وبعد ما بتحدد ال5 ارقام تحت هنا في الاسفل بتضغط على التالي، بعدين بتكرر نفس ال5 ارقام، بعدين هننزل ونضغط على ارسال. وهنا يا شباب علشان يتم تنشيط الدخول نضغط هنا ونعمل اتصال. مرحبا بكم في بنك البلاد، للغة العربية اضغط على الرقم 1. ويلكم، للإبلاغ عن عملية احتيال مالي اضغط على الرقم 1. للخدمات البنكية اضغط على الرقم 2. للإبلاغ عن بطاقة مفقودة لإدخال رقم المستخدم اضغط على الرقم 1. لإدخال رقم البطاقة مدى أو البطاقة الائتمانية اضغط على الرقم 2. فضلاً أدخل رقم بطاقة مدى أو البطاقة الائتمانية الخاصة بك. فضلاً أدخل رقمك السري الخاص بخدمات الهاتف المصرفي. عزيزي العميل، لإتمام عملية الدخول سيتم إرسال رمز التفعيل إلى رقم جوالك المنتهي ب 0863 لتحديث رقم جوالك. رجاء زيارة أقرب جوالك. للمعلومية، يوجد لديك طلب بصمة. لتنشيط طلب البصمة اضغط على الرقم 1 للرجوع إلى القائمة الرئيسية. عزيزي العميل، لإتمام هذه العملية سيتم إرسال رمز التفعيل إلى رقم جوالك المنتهي ب 0863. فضلا أدخل رمز التفعيل ومن ثم اضغط على زر المربع. لقد تم التنشيط بنجاح. للمعلومية، يوجد لديك طلب دخول سريع. لتنشيط طلب الدخول السريع اضغط على الرقم 1 للرجوع إلى القائمة الرئيسية اضغط على زر. عزيزي العميل، لإتمام هذه العملية سيتم إرسال رمز التفعيل إلى رقم جوالك المنتهي ب 0863. فضلا أدخل رمز التفعيل ومن ثم اضغط على زر المربع. وبكده زي ما حضراتكم ملاحظين تم تنشيط الدخول السريع. الآن هنروح نتأكد من عملية تسجيل الدخول السريع. هنطلع من التطبيق وبعد كده هنعمل تسجيل دخول من أول وجديد. هنضغط هنا على تخطي، بعد كده هنضغط هنا على الدخول السريع. هنلاحظ هنا تم تفعيل عملية تسجيل الدخول السريع.